بيموت وبيقطعك بنص الطريق، انت مضطر توثق بحالك بس. مراد، ما في مخرج سري؟ في، تعال. مراد، قلب خيانة كبيرة. مراد، اللي مين بيعرف انك رح تلتقي فيني؟ انا والناس اللي بيشتغلوا معي هدول عم يتنصتوا على كل شيء، بكل محل عندهم كاميرات عم بيلاحقوا الكل. كاظم، لحق سيارة الإطفائية. شريك الشاب رايح مظبوط، البيت بهي الجهة.
غلدان! معتبرينك رجال وحاطينك هون؟ وين ابني ولا؟ وين؟ سيد نوماتي أنا شريك. سافي الجواد. انت منيح؟ منيح، بدي ألقط نفسي. جرح كتير صغير. عم بيلاحقونا نحن الاثنين. ملاحقيني إلي بس، لشخصي أنا، مشان تنظيمنا السري. آرون فيلر عم يبلغنا خبر، عم بيقول ما حدا منكن رح يقدر يفتح حرب علينا، لا الحاليين ولا السابقين. السابقين؟ واضح انه اللي حكاه اسكندر بالمحكمة ازعجن. اسكندر زلمتن هنن، مو زلمتنا نحنا. الرجال تبعنا شهد بالسر عاقوال اسكندر بالمحكمة، معناتها عرفوا مليح. وهلأ حضرتك جاي تحكي لي؟ لو متصل فيه انت كان اكيد انكشف. أو ينكشف، لو حاكي لي اللي كان بده يحكيه بالمحكمة كنت بوصل للحل بسرعة أكبر. قوم اركض بسرعة. عبد الحي وينك؟ قريب كتير من باليتشا معلم. لوين بيجي؟ تعال على أيوب المقبرة، تعال بسرعة وانت جاي انتبه. ماشي معلم. عبد الحي أوصوا الرئيس. أنا صفيت وحدي، الرئيس مات. بسرعة عبد الحي. ماشي ماشي، رح خبيك بمحل آمن لبين ما يروح الخطر، بس يمكن يضيق نفسك شوي.
عن جد مات الرئيس معلم؟ إذا تأخرنا شوي رح يموت. اتصل بيوسو وخليه يتعالج الرئيس بمكان آمن. ما حدا بيعرف محله غيرك وغير أوسو، حتى أنا ما رح أعرف.